بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان تنبيه بمخالفة السن القانوني. الفيديو الحالي هو إجابة لسؤال وصل إلينا في رسالة. النص بتاعها: عندي شيت إكسل في خانة لتاريخ الميلاد، عايز إني لما أدخل تاريخ ميلاد أقل من 17 سنة يديني رسالة نصية أو يلون الخلايا اللي بكتب فيها تاريخ الميلاد جنبها خلايا بتحسب السن. يعني اللي فهمته كده من السؤال إن عندنا شيت معين زي شيت ده كده مسلسل والاسم تاريخ الميلاد وملاحظات، والقوانين اللي عندي أو القواعد اللي أنا ماشي عليها إن المؤسسة بتاعتي لا تقبل أقل من 17 سنة، لا تقبل أقل من 17 سنة. فوأنا بكتب تاريخ الميلاد كده، لو هو أقل من 17 سنة يديني يا إما تنبيه لوني أو رسالة نصية. تنبيه لوني أو رسالة إيه؟ نصية. فأنا هكتب الرسالة النصية في الملاحظات، تظهر لي في الملاحظات تلقائيا عند كتابة التاريخ. لو التاريخ أقل من تاريخ الميلاد ده أقل من 17 سنة، يكتب لي كده إن ده أقل من 17 سنة، انتبه. ولكن ال 17 سنه دول هيتحسبوا يعني من اول تاريخ الميلاد لحد امتى؟ لحد النهارده، ولا 1/10 زي المدارس 1/10 من كل عام، ولا في 1/1 اول السنه تاريخ الميلاد؟ يعني ال 17 سنه اخرهم امتى؟ هل هو النهارده ولا هو 1/10 ولا 1/1 ولا كام؟ فانا هحسب على اساس تاريخ اليوم، وفي نفس الوقت هعرض معلومه ان انت ممكن تحسب على 1/10 او 1/1 او اي تاريخ ميلاد. صممنا الشيت ده وهنبدأ نشتغل مع بعض إن شاء الله. ولكن بداية أدعوك للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات ليصلك الفيديوهات القادمة إن شاء الله تنبيه بها، وكمان أدعوك لمشاركة الفيديوهات دعما لنا ونشرا للفائدة. تاريخ النهاردة هنوصله إزاي؟ هنوصله من خلال يا إما تكتب تاريخ النهاردة، مثلا النهاردة 9/1/2020 تكتبه كده بإيدك، أو تكتب دالة لاستدعاء التاريخ. تاريخ النهاردة لو كتبته كده 9/1/2020 هيفضل ثابت، لو فتحت الشيت ده بكرة أو الأسبوع القادم أو بعد شهر أو بعد سنة التاريخ ده هيفضل 9/1/2020 9 يناير. طيب لو استدعيت دالة بتقوم باستدعاء التاريخ، فالدالة دي هتكتب لي التاريخ كل يوم حسب تاريخ النهاردة. يعني لو فتحت الشريط ده بكرة بالدالة دي هتكتشف ان هو بقى 10/1، فتحته بعد اسبوع تلاقيه 16/1 كده، يعني يتم تحديثها تلقائيا كل يوم. ماشي. طيب لو هنستخدم تاريخ دالة للتاريخ هكتب يساوي ديت، اسمها دي اسمها تو داي، اسمها ايه؟ تو داي بالانجلش طبعا، تو داي اللي هي دي، والهند بتاعها ارجاع التاريخ الحالي الذي تم تنسيقه كتاريخ. لو الكلام مش واضح مع حضرتك عدل اعدادات الفيديو في اليوتيوب، السيتنجز تحت عند الترس اللي تحت ده اضغط عليها واختار جودة الفيديو، اختار اتش دي او اختار 480، المهم عدل الجودة بحيث ان انت تشوف المعلومات والدوال اللي هنستخدمها، لان هستخدم حالا بعض الدوال. توداي اضغط على زر تاب من لوحه المفاتيح او افتح القوس بتاعها او اقفله، اعمل له اغلاق اهو وانتر. عفوا، كتب لي 9/1/2020. الرقم ده هيتغير كل يوم، كل ما تفتح الشيت هيتم تحديثه تلقائيا، تمام، حسب تاريخ اليوم حسب تاريخ الجهاز. حلو كده، لحد كده دي اول خطوه. الخطوه الثانيه لو كتبت هنا نكتب شويه تواريخ ميلاد، وليكن مثلا محمد ده نكتب ان هو 1 او خليه 11/11/2001، تمام، ضغطت انتر 11/11/2001. لو ظهر معايا التاريخ بالشكل ده شبابيك كده او هاش ده معناه ان الخلية يعني تنسيق التاريخ، كتابة التاريخ، كتابة النص اللي فيها اكبر من حدود الخلية. فيا اما توسع الصف العمود من هنا كده شوية، تكبره شوية، او تصغر عرض الخط نفسه، يعني ده 14 نخليه مثلا 12 من هنا هيتنسق عادي. او ممكن تعمل ايه كمان؟ ممكن تضغط دبل كليك على بين العمودين هنا كده، لما السهم يتحول الماوس تضغط دبل كليك يعمل احتواء تلقائي للخلية دي، للعمود ده، حسب اكبر قيمة في اكبر خلية فيها، تمام. حلو كده،
كتبنا تاريخ ميلاد، تعال نكتب كمان تاريخين ثلاثة كده، وليكن مثلا 5/5/2007، ونكتب كمان مثلا 18/12/2015، ونكتب كمان تاريخ ميلاد 9/9/2001. حلو كده، ناخد كمان تاريخ ميلاد في 1990 مثلا، 8/8/1998، انتر. تمام كده عندي تواريخ ميلاد مختلفة، ناس كبيرة وناس صغيرة. هنا هنعمل ايه؟ اللي عاوز اكتبه هنا يظهر لي رسالة نصية، دي البداية، رسالة نصية مكتوب فيها انتبه تاريخ الميلاد، انتبه السن اكبر اصغر السن اصغر من 17، انتبه السن اصغر من 17. طيب ازاي احسب ال 17؟ ازاي احسب الحسبة دي كلها؟ هل ال 17 سنة فيهم كم يوم؟ طبعا الاكسل بيعتبر كل يوم واحدة صحيحة، يعني واحد صحيح، الاكسل بيعتبر اليوم واحد صحيح، يعني اليومين باتنين، 30 يوم ب 30 قيمة، 30 قيمة رقمية، السنة 365. طيب ال 17 سنة فيهم كام يوم؟ اضرب كده، تعالى نضرب، ما هو الاكسل اصلا في آلة حاسبة، اعمل يساوي 17 في 365، 365 يساوي، انتر على طول كده، قال لي 6205، 17 سنة فيهم 6205 يوم. حلو، فهقول له لو سمحت، لو القيمة اللي في تاريخ الميلاد وزود عليها 17 سنة أقل من تاريخ النهاردة، اكتب لي هذا التاريخ أو تاريخ الميلاد، انتبه أقل من 17 سنة، ماشي، السن أقل من 17 سنة، لو غير كده سيبها فاضية. تعالى نعمل الحركة دي، هقول له يساوي، هستخدم دالة F I F، وافتح القوس بتاعي بتاع الدالة، الشرط بتاعي ايه؟ هقول له الخلية دي زائد بلس 6205 اللي هم 17 سنة، 6205 ده لو اقل من، خليها لو اكبر من، لو ده اكبر من تاريخ النهاردة مع تثبيته، انتبه اضغط F4 من لوحة المفاتيح عشان تضيف S دولار ساين قبل العمود وقبل الصف، لو ده اقل من تاريخ النهاردة القيمة دي اعمل ايه؟ ها افتح توكوتيشن كده واكتب بينهم، وتعالى نعمل كمان واحدة ونقفل القوس، وبعدين نكتب بين دول، نكتب انتبه السن اقل من 17، انتبه السن اقل من 17 سنة. تعال نجرب كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. ده في 2001، احنا في 2020، ده المفروض عنده 19 سنة. تعال نسحب المعادلة دي كده، لما سحبت المعادلة قال لي الولد اللي اسمه عاصم ده 2007، في 2007، وطبعا احنا في 2020، يعني هنا 13 سنة، هو طبعا اقل من 17 سنة بالظبط، يعني ده 2015، ده عنده 5 سنين تقريبا او 4 وشوية، السن اقل من 17، ده في 2001، ده في 9، ده طبعا اكبر من 19. تعال نعدل اي تاريخ كده، 2007 ده نخليه 2000 بس، 5/5/2000، الرسالة اللي كانت هنا طبعا اختفت. طيب انا لو مش عاوز رسالة، انا عاوز يديني تنبيه على الصف كده، او تنبيه هنا مع الرسالة دي بان الرقم ده اقل من 17، اعمل ايه؟ سهلة خالص، تعالى نحذف ده، خلينا نعمل هنا تنبيه لوني كده، تنبيه لوني او تنبيه تنسيق شرط، تنبيه شرطي او كده، يعني لو القيمة دي هنستخدم نفس المعادلة دي، تعالى حتى ننسخها، هقول له سي كده، اخد دي كده نسخ، كنترول سي، اروح اضيفها هنا كنترول في، وهضيف قبلها كده يساوي،
انتر؟ قال لي ترو، فعلا دي صح، ماشي، يعني القواعد بتاعتي مطبقة ما فيهاش اي مشكلة. طب لما اسحب كده ترو ترو ترو، وهنا عامل لي فولس، هنا في خطأ. التنبيه اللوني عند فولس ديت هستخدم ايه؟ هستخدم التنبيه اللوني ترو فولس دي في اضافة لون هنا، ماشي. هاخد المعادلة دي واخدها كنترول سي، وبعدين احذف ده كله، وانا محدد النطاق ده اروح للكونديشنال فورماتنج، قواعد تمييز الخلايا. خلينا نضيف هنا قاعدة جديدة واستخدم المعادلة بتاعتي استخدام الصيغ، واضيف الصيغة دي كنترول في. لو الكلام ده تحقق اعمل لي تنسيق، ضغطت على تنسيق هيفتح لي النافذة بتاعت التنسيق الشرطي. التنسيق اعمل لي تعبئة مثلا بالاحمر بس كده مباشر كده، موافق. طبعا هو هيعمل ترو هنا، هيعمل في حالة ترو انا هروح اعكسها حال موافق. قال لي دول كلك، لا انا مش عاوز كده، انا عاوز ايه اعكس بقى. هروح على ادارة القواعد من التنسيق الشرطي واختار، يبقى مش الترو ديت مش شغالة معايا، هاعكس علامة اكبر من واصغر من. من هنا إدارة القواعد أروح للقاعدة دي، ماشي، أكبر من دي خليها أصغر من، اعكسها عشان اللون يبقى إيه معكوس. يعني يتم التنبيه للأشياء، تعالى كده نعملها كده، هي كانت أصغر من بقت أكبر من، موافق موافق بس كده. يبقى انتبه في هنا تنوين التنبيه لون أهوت، السن أقل من إيه، من 17 سنة. طيب نعدل السن ده كده، 2001 ده نخليه 2011، 11 11 2011. كتب لي انتبه السن اقل من 17 سنة، واعمل لي تنبيه لوني هنا. طيب انا مش عاوز دي، مش عاوز الرسالة، انا عايز التنبيه اللوني بس خلاص. هي انا حذفتها على فكرة، حددت ده كله كده وحذفته، ماشي. وهنا لو عدلنا اي تاريخ وليكن ابراهيم ده مثلا، خليه 2018، 18 مفيش 18 طبعا، 18 1 2018. طبعا ده لسه السنة اللي فاتت. ده هنا تم عمل تنبيه لوني ان ده في مخالفة، ماشي، وانا افهم من المخالفة دي ان السن مخالف. حلو كده. لو عاوز الرسالة بتظهر معاك الرسالة، لو عاوز التنبيه اللوني بيظهر معاك التنبيه اللوني. واعتقد ان دي الاجابة مباشرة بالنسبة لتاريخ اليوم. لو عاوز تحسب بناء على تاريخ يوم معين، يعني مثلا 1/10 زي المدارس ما بتحسب كده المؤسسات التعليمية، يبقى مش هتكتب هنا تاريخ اليوم، هتكتب السن في تاريخ كذا، او بناء على يوم كذا، او المرجع تاريخ كذا، مش هتكتب حاجة هنا، نكتب هنا التاريخ بس مباشرة اللي هو 1/10 2019 مثلا، السنة الحالية اللي فاتت دي 1/10 2019. يتم حساب التاريخ، تاريخ ميلاد ده، السن، وعمل التنبيه اللوني او الرسالة النصية اللي كانت من شوية صغير. دي ببساطة المعلومة اللي حبينا نشرحها في الفيديو الحالي، وبكل التفاصيل يعني مشينا مع بعض خطوات عملية. كان في بعض الاخطاء بدأنا ان احنا يعني نرجع خطوة لورا وننفذ تاني ونحاول تاني ونحاول تاني لحد ما وصلنا للنتيجة المرجوة. وده طبعا المميز في الاكسل، ان انت بتحاول توصل للمطلوب باكثر من طريق. ممكن توصل، ممكن انت يكون عندك فكرة افضل مني بكتير وتوصل لنفس الهدف بطريقة تانية، بالاكواد، بالفي بي اي، بالبيفت تيبل او غيره، بدوري المحورية، ماشي. في طرق كثيرة للوصول لنفس الهدف ونفس المعلومة. بنعرض المشاركة بتاعتنا والمحاولة بتاعتنا بكل تواضع وبكل إخلاص. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي. اشترك في القناة، اضغط على زر جرس التنبيهات، شارك الفيديوهات دعما لنا. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، ادعمنا بتعليق طيب، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.